عليكم. لتزيين الكاب كيك كنحتاجو الكريم فريش اللي كنطلعوها. انا هنا عندي هذه، كنستعمل هذه 30%، وكنستعمل هذه اللي كنت شريت من بيني من المانيا. هذه غتلقاوها حدا لي غيون اللي فيهم الفرماج. كدير 63، انا ما اظن 63 سنتيم، وراها مزيانه. انا هاد لا كريم اللي طلعت ما كتشوفوا معايا راها ثقيله عاقده، استعملت هذه وهذه، وغادي نزيد عليها السائل الملون هذا، فيه الاحمر والصفر والزرق. هذا غنحتاج اللون الاحمر، غدا نزيد شويه باش ناخذ اللون الوردي، وغدا نخدمهم باللون الابيض واللون الوردي. النصف غندير ليه اللون الابيض والنصف غندير ليه اللون الوردي، وغنوريكم طريقه التزيين. كيف ما قلت لكم الكاب كيك غنحتاج اللون الابيض واللون الوردي، حيت انا عندي البنيات غندير لهم شويه اللون الاحمر، غنضيفه لا كريم فريش باش يعطينا اللون وردي، واللي عنده الاولاد راه كيدير اللون الازرق كيف ما كنعرفوا. كنزيد غير بشويه بشويه حتى نقاد اللون. ها هي واجده معايا، نخليها شويه مجمد تشد راسها، ونمشي نحضر لي كاب كيك اللي غيجيو باللون الابيض هما اللولين. الان غنبدا ان شاء الله في التزيين ديال الكاب كيك، وغدا نبدا باللون أبيض. كناخدو هاد البوق هذا اللي مشنف، وكنبداو بحركة دائرية، وكنحطو ناخدو واحدة أخرى. وما نبركوش بزاف عليه باش يخرج لينا نفس الحجم ونفس. ناخذ الثالثه، انا غندير لكم النص باللون الابيض والنصف الاخر باللون الوردي، ولكم الاختيار، نتوما ديروا اللون اللي كيعجبكم. انا غير حيت عندي عيد ميلاد ديال بنياتي، الله يحفظهم ليا ويحفظ وليدات المسلمين كاملين، ويخلي لكم اللي عزيز عليكم. بالنسبه للتزيين فانا كنحط هاد الوريضات، هاد القليبات في الغوز عفوا، بالنسبه للون الابيض. اما اللون الوردي فانا ان شاء الله غادي نستعمل ليه هاد القليبات في اللون الابيض. شوفوا معايا هو ثاني، هو تيعطي منظر هائل وسهل. فالتزيين كيبقى اختياري، انا غادي ندير هادو حتى هما تيجيو زوينين. كيعطيو منظر زوين. نتوما عندكم تزيين يبقى كيف بغيتو، تقدروا ديروا الشوكولاتة، تقدروا ديروا، انا كندير داكشي اللي عندي، ماشي زعما كندير شي حاجه صعيبه. نتوما ديروا تزيين اللي يعجبكم اللي كتشوفوه مناسب. ندوزو نصوبو
ان شاء الله لي كاب كيك اللي في اللون الوردي. ودابا غادي نزوجنو لي كاب كيك باللون الوردي، كنستعملو نفس البوق. كما كتشوفوا معايا هما هادو، طريقه سهله. وغادي نزينوهم كيف قلنا هاد القليبات البيضين، كيعطيو واحد المنظر غزال. كيف ما قلت التزيين تيبقى اختياري، تقدروا ديروهم بالشوكولاتة، ديروهم بأي مزين عندكم تاع الحلويات. هاما عندي هنايا هاما واجدين، باقي عندي هاد الجوج هادو، نقدر نستعمل لهم هاد عجين السكر اللي كنت قطعته ومصوباه من قبل، نقدر نزوق به حتى هو تيجي زوين. ندي هنا على شكل قلب وجيمات، حتى هو تيعطي منظر جميل كما كتشوف. استعملوا هذا هو الشكل النهائي للتزيين ديال لي كاب كيك حفله عيد ميلاد، كيجيو زوينين منظرهم غزال.